بعمل تاي داي. التاي داي ده عباره عن ان انا بجيب يا اما تي شيرت يا اما سويت شيرت يا اما شرب وبلونه، وفي الاخر بقى في كذا شكل بعمله وفي الاخر بيطلع جميل قوي. بدأت في الحظر الاول، قلت لماما الاول بصيت على اليوتيوب لقيت التاي داي ده، بعدين قلت لماما انا عايز اجربه، قالت لي ازاي، قلت لها هجرب بكلور اول، جبت كلور وحطيته على التيشيرت وعملت شكل طلع حلو قوي، بعدين ورثته لبابا عجبه قوي. قاعدين بنتفرج على التلفزيون عادي، لقيت احمد داخل عليا بيقول لي بابا انا عايز الون تيشيرت. طبعا كبرت دماغي، لقيته هو بعد كده مامته شجعته وجابت له كلور، قالت لي هو شايف حاجه على اليوتيوب وعايز يعمل زيها، جابت له تيشيرت من بتوعه وجابت له كلور، حط الكلور على التيشيرت، غير جزء من لون التيشيرت، بقى لونين، بقى شكله شيك جدا بعد ما نشف. انا ما كنتش متخيل ان هو يطلع شكله شيك. خلاص يا احمد اوكي البسه. وهو يعني اللي شجعني بصراحه يعني اعمل معاه تاي داي وكده، ويعني علمني وبقيت اعرف اعمل زيه، ويعني بقيت بساعده لو في اوردر كبير، ويعني كان دايما بيقول لي يعني قولي لاصحابك عشان نبيعه وكده، وكان بيشجعني واتعلمت وبقيت بعرف اعمل حاجات كتير حلوه قوي. الموضوع ابتدى يكبر معايا، صحابه شافوا الكلام دوت ابتدوا يطلبوا منه، اخته فريده عملت له بيج على الفيسبوك وعملت له بيج على الانستجرام، ابتدى الناس من بره يطلبوا منه، يبعتوا لهم يطلبوا منهم اوردرز، ابتدوا يعملوها. لقيت المشروع نجح جدا معايا، قلت له يلا كمل استمر انا معاك في ظهرك. طب انا بعمل بيوت بركبها، بتكون حتت صغيره خالص خشب بعدين بلزقها وبتكون بيت كامل. عملت معاك وبوليس ومول ومثلا ماكيت فيلا كامله. عايز اكون حاجه ثانيه، عايز اكون مهندس ديكور.